عبالك طالع من البيت للشام ومرة تشوف السبي مرسوم بيها المثل هش تطلب يقوم لها عباس هاي مراتها تفصله بديها لو ان تصويرك وبيام الحسين جامن السبايا حكم عليها حشمتها رسالة من الله للناس زينب هيج رجعت من سبيها عاد تراب الدفن ما جاسها تراب ما ينشاف بس واضح البيها سبحتها وعصاها ورفعت الراس مبين لسان دخوتها بحجيها من حشمتها مكسورة على الحسين هاي تفرح الحسين بمشيها هاي تفرح الحسين بمشيها.